الخير لكل مشاهدي ام تي في، اهلا وسهلا فيكم وين ما كنتوا عم بتتابعونا. العصامية كلمة دخلت لعالم الأعمال الاقتصادية، سرعان ما شاع استعمالها حتى صارت شعار لكثير من الاستراتيجيات الإدارية ودليلة على الموهبة والعمل الذكي للنجاح. بكتاب من هم العصاميون وهل أنت منهم؟ تؤكد الدكتورة عايدة سعيد الصعيدي بعيداً عن الوصفات السحرية على أنه السر هو بالابتكار وبالإيمان بقدرة المرء على أنه يوصل للأحسن والأحسن. نالت عايدة سميح الصعيدي إجازة بالإعلام من الجامعة اللبنانية عام 1983 وماجستير في التربية من الجامعة اليسوعية عام 97 ودكتورة بالتربية عام 2004 من جامعة نيوبورت، وصدرت لها مقالات عديدة في مجال البحث التربوي. صباح الخير. صباح. بداية لازم نقول أنه هالكتاب هو صادر عن هاشات أنطوان. نعم. من هم العصاميون وهل أنت منهم؟ لمين عم تتوجه بهالسؤال؟ طبعا العصامية هي صفة موجودة بكل إنسان، بيخلق الإنسان وعنده إياها، يعني ما حدا ما عنده حلم، بس فرق بين الإنسان اللي عنده حلم الإنسان اللي بيتبع الحلم هو إنه العصامي بيجازف وبيطمح وبينجز وبيكفي حياته بكل التحديات، بينما الإنسان اللي عنده حلم وبيترك التحديات تقهره ما بيعود عصامي. يعني هلا نحن عم نبحث عن مشروع إنه كيف ممكن نفهم العصامي، كيف ندعمه بالمجتمعات وكيف نساعده. يعني فينا نعتبر إنه العصامي هو الشخص يلي بنى حاله بحاله. نعم، انطلق من نقطة الصفر يعني. طيب عملتي هالكتاب حتى تعلمي الناس شو؟ بدي أقول لهم للشباب إنه أوقات الأحلام يعني بيحسوا فيها إنه هي عبء عليهم وإنه ما لهم يعني طريق ليحققوها، بس أنا يعني في البيئة وفي الحكومات وفي الأسرة وفي المجتمعات لازم تتفهم طبيعة أحلامهم وتساعدهم، وفي شيء اسمه تدريب واستيعاب لطاقاتهم ولأحلامهم. يعني إذا إنسان عنده حلم كبير أوقات بيلاقي أنه البيئة مش عم تستوعبه، بس بالتدريب وباكتشاف الذات والخصائص النفسية للعصامية أكيد أنه هو بيوصل. والدليل عليك أنه في شخصيات كلها العصامية بلشت من الصفر يعني. نعم، في أشخاص كتير بكتابك ذكرتيهم. نعم. أشخاص عصاميين حكيتي عنهم هلأ بسياق الحلقة، رح نجرب نذكرهم، ولكن السؤال يلي فينا نطرحه هلأ، كيف منعرف الشخصية العصامية أو كيف بتعرف الشخصية العصامية عن سلوكها؟ يعني شو هي الخصائص النفسية لها؟ هلأ هو الشخصية العصامية بتعرف عن حالة بحالة، يعني في فيلسوف قال تعرفهم من عيونهم. يعني عندهم طموح، عندهم رفض للواقع. يعني هلا في شيء اسمه الطاعة، يعني الإنسان التقليدي هو مطيع، هو بيطيع بس في عنده أداء أرقى من الطاعة، يعني بيتفهم البيئة تاعيته، بيتفهم حاجاتها، بيحاول يحسن. هو مش بس يعني فرد حلمه لوحده فرديته، يعني حلمه بينقذ المجتمعات تبعيته، بينقذها من حالات كثير من الفقر من التخلف، مثل كل الجيل اللي عرفناه التكنولوجي تبع ياهو هوت ميل وبيل جيتس، كلهم هدول كانت مجتمعاتهم ما قبل التكنولوجيا وصارت شيء وهلا صارت شيء من وراء حلمهم. يعني فهن عندهم خصائص العصامية المثابرة، الإنجاز، الحلم، الرؤية، الفكرة الوحيدة اللي بتتخطى الحاجز، بتتخطى حتى المجتمع التقليدي. نعم. يعني بس هني الإنسان يقرر ويكون عنده الإرادة القوية ويحط الحلم قدامه ويمشي على هالطريق حتى يوصل. الإرادة هي الأساس وراء الإنجاز. نعم. كيف بتتعامل المجتمعات العربية مع هالنوع من السلوك العصامي؟ هلأ هي المجتمعات العربية حديثاً تعرفت على هالنوعية من الشخصية. هدول نحن كنا نعرفهم بشكل فطري، نعرفهم بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. نعم. Small and Medium Enterprises، هن بيبنوا حالهم. هلأ في منهم بيكتفوا بمشروع صغير وبينتهوا هون، في منهم بينطلقوا أوسع بيتخطوا عالمهم الجغرافي الصغير لأبعد من وطنهم. هلأ هن بيرجعوا بيصيروا عالميين وبيصير ما بيصير عندهم حدود ليوقفوا عندها. نعم. هلا المشاريع الصغيره والمتوسطه هن بيبنوها. نعم. بيبنوها بفكره. نعم.
والدولة يعني المجتمعات العربية عملوا قوانين لمساعدتها عن طريق المايكرو فاينانس. دكتورة عايدة أكيد رح نكمل حديثنا بهالموضوع بعد هالوقف مع الإعلام. متابعين مشاهدينا، سؤال الكتاب الرئيسي: من هم العصاميون وهل أنت منهم؟ مع دكتورة عايدة الصعيدي. كنا عم نحكي عن المجتمعات وعلاقة الفكر، عن كيف تتعامل المجتمعات العربية مع العصاميين. أي هلأ المجتمعات العربية الحكومة في دول عربية عملوا مؤسسات هي لتمويل المشاريع الصغيرة، وعم ينشطوا الشباب وعم يساعدوهم بتحقيق أحلامهم. ودبي وأنا مرقت على تجارب بالدول العربية، لبنان، سوريا، السعودية، مصر، كلهم هدول، قطر، البحرين، كلهم مرقوا بهالتجربة قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة. في منهم نجحوا وفي منهم أكيد أنه تعسرت المشاريع، لسبب هو أنه بعد المجتمعات منا محضرة منا مؤهلة نفسيا لحتى يديروا هيك مشاريع، إما إداريا أو تسويقيا أو أنه مهنيا تقنية يعني. نعم. بس عرفوا هالتجارب يعني. أعطينا أمثلة عن رجال عصاميين. هلأ في عنا أكيد لبناني رفيق الحريري. نعم. في عنا ماجد جمعة الماجد، وفي عنا سليمان العليان. هدول شخصيات كتير مهمة بالعالم العربي، وهن اللي لهم دور كبير بالعالم العربي. هلا مثلا مثل جمعة الماجد، هو انسان يعني بلش من الصفر. نعم. بلش من نقطة انه ما يكون عنده أسرة، ما يكون عنده بيت، ما يكون عنده يعني شيء، وصار هو انسان اكبر رجل اعمال بالعالم العربي يعني. نعم. هلا طبعا يعني هي كل مجتمع عربي بيستوعب هالشخصية بعد ما تنجح، بس نعم. هلا هن هو عم ياخذوا الدور وهن عم يبلشوا بيساعدوا بيمولوا هالمشاريع. نعم. بالكتاب سؤال عن شو بيريدوا العصاميون، شو كان الجواب؟ ماذا يريد العصاميون؟ شو كان الجواب؟ اي هو فعلا العصاميون الناس بيفكرون انه بيحبوا المال او بيحبوا يجمعوا ثروه. هن اكيد بيحبوا المال، وهن بيختلفوا عن الناس الناجحين او بيختلفوا عن الفنانين، انه الفنانين اوكي فن للفن وخلص يعني بيبلغوا العبقريه بالفن. بس هن لا، هن عندهم دافع الانجاز والشهره وان يكونوا محبوبين، وانه هن ينقذوا كمان المجتمع اللي حواليهم. يعني المجتمع حواليهم متخلف، ستيبل يعني راكد. نعم. خامد، هن بينقذوهم يعني. هل بالضروره انه ترافق صفه البخل يعني بين مزدوجين مع صفه العصاميه؟ لا لا لا، هلا هن بيفهموا الناس العصاميه هي الاقتصاد. نعم. بالمال لا، هي العصاميه هي نوع من الشعور ذاتي بالبناء الذات. يعني إذا بدنا نبلش نعرف العصامي، إذا بده يبلش مشروع كيف، من وين ببلش مشروع؟ أول شيء بيكون عنده الرؤية الفريدة يعني. ما بيكون هو حاسس حاله أنه عنده شيء بده يحققه بالمجتمع تبعه. هلأ هذه الفكرة هذه ممكن تكون ناتجة عن حاسس أنه بالمجتمع تبعه بحاجة لهالرغبة هذه. نعم. هو بيدور إذا في إمكانية تحقيقها ولا لا، إذا بمجتمعه ما حقق له إياها ممكن ينطلق لبرا، أو أنه هو بالنهاية بيستمد دفعه من نفسه يعني. طيب قد ايه ممكن عامل الحظ يكون أساسي كمان بهالموضوع؟ إيه في فرص أكيد، في بيئة بتشجع، وفي بيئة يعني بتمتص الأفكار العصامية. هلأ المجتمعات العربية طبعاً نحن بعدنا ما عندنا هالفكر لحتى نفهم هالشباب، بس هلأ هن هالشباب بالتكنولوجيا عم يقدروا يكتشفوا عصامياتهم ويكتشفوا أفكارهم عن طريق التكنولوجيا، عم يحققوا اللي بدهم إياه. هلأ نحن مفروض أنه يعني نتعاون معهم، سواء كان على القطاع الحكومي أنه نبني لهم المؤسسات اللي بتدربهم أو تستوعبهم، والأهل يستوعبوا شبابهم أنه هذا الشاب إذا ظهر من الجامعة أو ظهر من الهاي سكول بس عنده أفكار، ما بيحب العلم، بيقدر يكفي بأفكاره. نعم، بأفكار ممكن يقوم فيها. من العصامية الفردية للعصامية المؤسساتية، أي داخل المؤسسات كيف بيتحقق هالسلوك في ظل المركزية الهرمية الإدارية؟ هلأ مشكلته العصامي أنه توظف بمؤسسة سواء كانت خاصة أو عامة. هلأ الخاصة بيصير بيلاقي أنه البيروقراسي يعني الهرمية الإدارية بتعيقه. مثلا هو بيقترح اقتراحات
بتعيكه، يعني بحس حاله انه المدير لا ماشي هيك، ما فينا، ما في كذا، في ما في تمويل، في هو بحس حاله انه انسان مقيد بالبيروقراسي. نعم. هلا هو بحاول دائما انه يظهر من من هالاداره هيدي لشيء اسمه يدور على ذاته بمؤسسات صغيره متوسطه. وفعلا هو في كثير ناس نجحوا نجاح باهر عن طريق شغله، يقول يا رب انه المدير المؤسسي يطردني لانه حاس حاله مقيد وعنده فكره بده يحققها. هلا في مؤسسة، برايك النجاح ما ممكن يصير او صعب انه يصير داخل الهرميه داخل مؤسسه؟ اكيد، لانه الهرميه البيروقراسي هي مركزيه اداريه، يعني الفكره بدها تطول لتاخذ مداها، وعبال ما توصل بتنتهي بنص الطريق. بينما هلا امريكا خاصه واوروبا هن عم يمارسوا العصاميه المؤسساتيه، عم يعملوا لا مركزيه اداريه، يعني بيعملوا شيفتنج، يعني بيتنقلوا من المركزية الإدارية اللامركزية الإدارية ضمن لما بيلاقوا في ركود ضمن الإدارة، أو لما بيلاقوا بيواجهوا أزمات دغري بيجيبوا مؤسسات خبراء بشكل يعني انتربرنورشيب، يعني عصامية مؤسساتية، فريق خبراء بفوتوهم هن بيصيروا يشتغلوا بدون مركزية إدارية. نعم، لكن فينا نقول إنه أكثر شيء إنه الإنسان يلي بيشتغل بمؤسسة أو مش بمؤسسة، بعمل خاص فيه، هو بيكون عنده أكيد فرصة، فرصة أكثر إنه هو ينجح بعمله. عنده فرصة وعنده يعني وبضله إنسان حر، حر بقرار وأحلامه حرة. في حين انه كثير اشخاص بيشتغلوا بمؤسسات كبيره مثل الناسا مثلا او غيرها، كثير من المؤسسات المهمه كمان ممكن يقدر يوصلوا حتى بالرغم من وجود الهرميه. مزبوط، بس هن عم يمارسوا الهرميه، عم يمارسوا العصاميه المؤسساتيه بدون ما يشعر الاخر. يعني لما بتلاقي انت عندك فكره وعم تقدر تطبقيها وعم تقدر تلاقي لها طريق، معناتها انه يعني الاخر عم يستوعبك. نعم. يعني هو عصامي، المدير بيكون عصامي. بالكتاب مثل ما حكينا في عرض لتجارب شخصيات كثير عصاميين لعبوا دور مهم بتقدم مجتمعاتهم العربيه. هل السؤال هون بينطرح، هل يمكن اكتساب السلوك العصامي؟ ايه طبعا. هلا هو الكتاب غرضه هيك، غرضه اول شيء نوضح فكره انه هذا الشخص اللي انتم بتعتبروه اوقات مشاغب او غير مطيع هو انسان عصامي ممكن. يعني فعنده حلم. هلا الاسره والاداره الحكوميه كلها مفروض يستوعبوا انه في شباب. هلا نعرف شيء اسمه تسرب مدرسي. هلا التسرب المدرسي مش 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 مشكله، ممكن تكون هدول شباب متفوقين بغير مجال، فعشان هيك ما يتعقدوا الشباب انه اذا ما استوعبوا البرنامج التعليمي او اذا ما اخذوا علامات عاليه ممكن يكونوا عندهم هن مسار مختلف تماما. فهلا نحن هذا الكتاب بيساعد الشاب انه يستوعب حاله، اذا هو عنده شخصيه كاركتر انه يقوم باداره لحاله بيقدر يفهم حاله. هذا يعني نوع من اكتشاف الذات، اذا هو عنده طاقات مختلفه. يمكن العلامات بالمدرسه او بالجامعه هن نحن بنعرف اصلا بالحياه انه فرص اللي بتقدمها الحياه والشغل مختلف كليا عن علامات المدرسه والجامعه. وهذا دليل انه في استاذ جامعي قال انه طلابي اللي كانوا ياخذوا اي جريد وكانوا متفوقين قعدوا بالبيت، والشباب اللي كانوا بس افريج وكذا بس كان عندهم نشاطات وعندهم حيويه فائقه يعني هن نجحوا. نعم. المراه كمان العربيه بكتابك في لها مساحه بهالكتاب، كيف هي صورتها بهالمجال؟ صورتها هي بالنسبه لي انا مشرقه، يعني عم تتخطى كثير عوائق وعم تتخطى كثير مفاهيم، وبعدين في عنصريه يعني ضد المراه او شيء، بس المراه في امثله؟ ايه في عندنا سارة أكبر، امرأة كويتية اشتغلت بمؤسسة قطاع حكومي لإنتاج الغاز والنفط، بعدين ظهرت من البيروقراسي. نعم. وهي أسست شركة لوحدها، كانت أول مهندسة بتأسس شركة كويت إنرجي، وعملت مؤسسة ضخمة، وهي أول امرأة بهالمجال. شو الحدود، شو العوائق يلي بتقف قدام المرأة؟ أول شيء إنه المجتمع بحد ذاته، القوانين، إنه تكون في الحكومة عم تعطي فرصة للمرأة كما للرجل، نفس الشروط يعني. هلا والمرأة لازم تتعلم، ولازم تكون التكنولوجيا متاحة لها بنفس القدرة قدام الشاب يعني. وخلص هي القصه تخطي المفاهيم القديمه يعني. قد ايه انت متفائله بهالاطار؟ متفائله بهالقطاع، هو فارض حاله علينا،
يعني نحن مش نحن يلي عم نخترعه ولا نحن عم نبشر بمفهوم جديد، هو فرض حاله علينا لانه جيل المجتمعات العربيه جيل شباب وجيل احلام وجيل طاقات وتكنولوجيا، يعني كل شيء صار محضر. يعني مش مزبوط انه طاقه الرجل هي اكبر او اهم من طاقه المراه وكرمال هيك، في رجال كتار اسمهم كبير واسمهم مضوى، لا هن يمكن النساء ما عندهم الفرصه اللازمه، لا هن في منهم يعني مش ما وصلوا للشهره ولا الضوء، بس هن اكيد انه المراه يلي عم يموت جوزها او عم تاسس لمؤسسه او شيء وعم تعيل جوزها وعائلتها واسرتها، اكيد هي دفعت بالاقتصاد الوطني يعني لقدام، وهي 50% بتساهم بالاقتصاد الأسرة. نعم. هي أهم، يعني أنا بتصور أنه هي عنصر مهم بالاقتصاد الوطني. طيب هل بتتأثر مثلا المؤسسات الصغيرة أو المتوسطة يلي بنشأها العصاميون بالأزمات المالية العالمية؟ كيف بتصير تعامل معها؟ بتتأثر لما الحكومة بتعمل تاكس أو لما بتساعدهم أنه يحصلوا على قروض. هلأ في دول أوروبية لما فاتوا بأزمات أو أمريكا أول شيء عملوا أنه دغري برامج تمويل وتخطوا كثير عقبات كله عشان سمول اند ميديوم انتربرايزز، المشاريع الصغيره المتوسطه. هن اعتبروها بالوقت اللي نحن نفكر انه القطاع الاقتصادي الكبير هو اللي يعني بتستند عليه المشاريع الصغيره المتوسطه، لا هلا هن اكتشفوا انه اعتمدوا عليها لهي تنقذ الازم، يعني الوضع الركود بتوظف عمال وبتنقذ من البطاله، بتلاقي فرص للشباب انه يحققوا احلامهم. نعم، يعني بمختصر مفيد، العصاميون من هم؟ كل واحد منا فيكون كل انسان عصامي، خلقان عصامي، يعني ممنوع يحس الواحد حاله انه هو مش عصامي، بس انه يلحق حلمه للاخر وضل الامل موجود طبعا ويلحق حلمه للاخر. بدي اشكرك على هالمقابله، وبدي اذكر كل المشاهدين انه من هم العصاميون وهل انت منهم؟ طبعا موجود بهاشات انطوان. شكرا على حضورك واهلا وسهلا فيك. شكرا لك. مشاهدينا رح نكون مع وقفه والختام مع زميلتنا ناديه.